كلمتين. خرجوا مجموعة من الناس لتحري هلال شهر رمضان المبارك، وصباح اليوم الثاني كان محضر في النادي من بدري، وكانوا يقولوا له عادة حصل خير ويبدأوا الاجتماع. إيش هذا الطبخ اليوم مو نظيف، وفي نفس الوقت ما يقدر يستغني عنه لأنه شغله نظيف جدا. لكن كل هذا الكلام أنا أنساه تماما لما أروح أزور أمي. كلمتين مع زكي حسنين، رجعنا لكم مرة أخرى بكلمتين مع زكي حسنين، ونشوفكم على خير. سلام كل يوم يثرينا دولار.